اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه الحوار مستمر ولسه عندي مفاجآت اكيد هنتكلم عليها، لان النهارده اكيد ضيفنا ضيف استثنائي، وكمان بوجود الكابتن ناصر عباس بنستفيد كمان في الامور التحكيميه عشان نعرف الامور ماشيه ازاي، كانت ماشيه في الطريق الايجابي ولا زي ما انتم شايفين في اتجاه سلبي كان هيأثر على المنظومه بشكل كبير. لكن كابتن فرح هروح لك على نقطه مهمه جدا، والموضوع ده تم اثارته في الاعلام الفتره الاخيره. فجاه وانتم موجودين في السوبر المصري في الامارات جه ايميل من الاتحاد الاردني كان عايز طاقم تحكيم مصري بقياده الكابتن محمد عادل، وترد رد سلبي على لجنه الحكام في الاردن. كان عندك معلومه بالايميل بالتفاصيل ولا اتفاجئت بيها؟ لا لا لا، كان عندي ايميل بالتفاصيل، بس خلي بالك عشان احنا الاتحاد الاردني ده انا اتعاملت معاه السنه اللي فاتت واللي قبلها. تمام. والاتحاد التونسي. انا وجهه نظري انت ما تبعتليش تقول لي انا عايز سين وصاد، انت تبعت لي لجنه الحكام تقول لي انا عايز طاقم على قدر كبير من المسؤوليه، انا هودي الطاقم ده. بس ساعات كان الاتحاد المصري بيطلب حكام في اوروبا، ما بيطلبش بالاسم يا كابتن. كان ايام محمد حسام الدين الله يرحمه كان بيقول لك انا طلبت من ايطاليا الطاقم الفلاني. انت كنت بتطلب الاهلي والزمالك والكلام ده كله ماتش كبير اصلا، ما هو هناك ديربي كبير في الاردن. لا هناك، لا ده مش كل ماتش. طب ماشي، الديربي كبير اللي بعده بتبقى فيه ماتشات هبوط، نفس الكلام، هات لي سين وصاد نفس الكلام. لا انت كاتحاد ما تجيبليش، وبعدين في نفس الوقت ما انت ما تطلبش مني مثلا محمد عادل ولا هيلعبوا في الدوري الممتاز عندي، هو ولا هبوظ الدوري الممتاز عندي بحكامي اطلع امين ومحمد عادل ومحمد معروف وهم يلعبوا هناك، وانا ماليش حد مثلا هنا يلعب الماتشات الصعبه والماتشات الكبيره. فكان ليها خيارين، كان ليها مشكلتين. أيوة. عندي الحاجه الاولى انك انت ما تفرضش عليا تقول العب مين، انت قول لي طقم كبير وانا هحط طقم كبير وعندي حكام كبيره. اثنين، انا عندي دوري هيبدا، فمش معقول دوري هيبدا اول اسبوع وانا اطلع حكامي تلعب. فدي اللي عملت المشكله بصرف النظر عن اي حاجه. كان مين البزيل اللي انتوا فكرتوا فيه ساعتها؟ لا احنا بعتنا له هناك، قلنا له قول لنا احنا نعين طقم، هو رفض اصلا. لا رفض خلاص، يا تجيب ده مش هجيب لي الطقم ده، مش هنجيب مش هناخد طقم بتاع حكام مصريين اكيد. فطبعا احنا مش هنشتغل من خلال لجان يعني تدينا تعليمات، لا انت تقول لي وانا هودي. وبعدين انا كنت بدي بعمل ايه قبل كده؟ يعني كنت بودي مثلا مساعد محلي يروح في ماتش دولي ياخد خبرات، حد مثلا قد يكون ما 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 مش موجود في القائمه الدوليه يروح ماتش زي كده يكتسب خبرات. لكن انت بتفرض عليا تقول لي الثلاثه والرابع دولي كمان، ما ينفعش. طيب كابتن ناصر، ومش الطبيعي ان انت كاتحاد بيطلب منك يختار حكام بالاسم اللي هو عايز حكام كبيره تنجح المباراه اللي عنده؟ عندنا نقطتين مهمة جدا. النقطة الأولى، أنا من حقي كدولة ببعت للاتحاد المصري، وده يعتبر إنجاز لحكام مصريين إن هم يمثلوا الدوريات الأخرى كابتن محمد، ودي حاجة لابد إن أنا أقف عندها شوية وأبص ليها كويس قوي قوي، إن حكامي طالعة في الأردن وفي تونس وفي السعودية بتلعب. ليه؟ ده مردود بيعود على التحكيم المصري دوليا. دي نمرة واحد. حتى محمد ان انا ما عنديش حكام تحكم في دوري مصر، لا مش ما عنديش يا كابتن. انا بتكلم بعض الماتشات الصعبه اللي بيحكمها حكام دوليين كبار. فرصة اتكلم. انا النهارده عندي هي كانت الجوله الاولى على فكره بالظبط، كان لسه الدوري هيبدا، عندي 36 حكم. محمد عادل لما يطلع مش هيفرق قوي لو انا هعينه في الجوله الاولى، ممكن اعينه الجوله الثانيه او الثالثه، مش هيفرق معايا. ولكن يفرق معايا انك لجنه حكام، انا من حقي كدوله اطلب طاقم التحكيم، وما تقوليش ابعت حكم مساعد وحكم، لا، ان ده ديربي في الاردن. فلما يطلع طاقم تحكيم مش عيب ان انا بطلب محمد سعيد وناصر عباس ومحمد فاروق، يا جماعه انا عاوز انجح المسابقه عندي بالظبط. يبقى انا المفروض ان انا اكون في مرونه شويه في التعامل مع الاتحادات الاهليه، خاصه واحنا بنطلع حكامنا بره، ده شرف للحكام والتحكيم المصري في الاتحاد الافريقي ايضا، مردود كبير الاتحاد الدولي. حكامنا بتطلع بره مش بس في الدوري المحلي، لا، تونس والمغرب والجزائر، وده اللي احنا عاوزينه كابتن. انا اتذكر سيكازوي رئيس لجنه الحكام في زامبيا حاليا طلب الكابتن امين عمر بالاسم، واللجنه وافقت بالظبط كده. ماشي يا كابتن، ما انت انا ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله لما تطلب حكم عندي بالاسم ماشي، لكن انت ما تاخدهاش خلاص بكل اسبوع تبعت لي طاقم. هو هو كابتن فاروق بكل امانه، هل المشاكل اللي كانت موجوده في اللجنه ما بين احد اعضاء اللجنه مع الكابتن عادل كان جزء من فكره الرفض؟ لان قبل كده طلب من اللجنه امين عمر يدير مباراه في زامبيا وسافر. صح؟ تمام. الماتش بتاع امين عمر فاكره. طيب يبقى المعيار نفسه موجود. بص يا كابتن، ممكن تكون المشكله موجوده لكن مش هي الاساس. بكلمك بمنتهى الامانه، بس موجوده. موجوده طبعا موجوده، بس مش هي الاساس، عشان برضو ما نقولش للراجل. ما انا مش هاجي على الكابتن فاروق اقول للكابتن فاروق السبب، بس ممكن